السلام عليكم. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في كورسة لايف جديدة اللي كل شهر كتقلب على أحسن مكان في لاسين أوربان ماروكان باش يجيبوا لكم حتى عندكم للدار ويديروا لكم كونسير وتحتفلوا معاهم. مرحبا بكم في كورسة لايف جديدة. السيد اللي غادي يحتفل معكم هذه الليلة في كورسة لايف هذه واحد 10 سنين هو تيحرك في هذه لاسين أوربان ماروكان ولد الحي المحمدي ما عندوش بزاف مع البرزاطة والخرباقة وعطى لو تيرم ديال بوعار اون اوتر ديمونسيون. ولد الكاريان سنترال بلوس قح معكم باري. واش كلشي مزيان؟ كلشي بخير؟ كلشي ناشط؟ كلشي وعدك؟ ياك يلا واش كلشي غادي نوض دابا معنا بعدا بغينا نبداو المرسول الاولاني بغينا نلقاو كلشي واقف وغادي نحركوا شي شويه القضيه ياك الله ربرا مستر كوبوي كاو كاو بو اي عطيه
ميرسي. واش كلشي مزيان ياك؟ يلا مازال زيد مازال. شكرا. We'll be right back.
لدوك الناس اللي يديرونا الغربان ويغربلونا كيف بغاو. حنا بغينا نوحلو اليوم هاد المرة في الغربالة. Thank you.
الانتظار سوا الباص سوا الترطوار كلشي بخير كيف البارح كيف اليوم عايشين ضاحكين كاعيين الوقت مقوده ديما غاديه في طريقها وحنا تابعينها كيف بغات هي واش كلشي معنا بخير كلشي ناشط ياك كلشي هو هذاك صحه 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 بيبليك كيف البارح كيف اليوم عايشين ضحكين الوقت مقودة وكيف غادية بينا احنا تابعينا وهذا زمان شدة تشيك راب يا كلشي مزيان كلشي مزيان يا يا عندكم تغطوا وتقولوا وقت الحفا والصندالة مقطعة مشى وقت الراجل مرة تلقاه مرة لا وقت التخمام ورمضان والمطاشة دايرة تمام والحزقة بلا حار دايرة وقت البي والنقود لنا تعلمنا في الضحك كيف كانوا المرودي صرحونا والخطارة تجيز في مشا سلم كوشري والبنت معكرة تبري وارتقلت على ستة في البيت دارين دي فلاكس لولادي تولدوا الفوق ويكبروا لتحت ستة يا ستة يا كاس ما نشدة وقت مزيرة غير خبز الفران ودبكة والدنيا هاني ارحموا
عايش مضحين كاين الوقت مقودة كيف البركة في يوم عايشين ضحكين كاين الوقت مقودة كيف البرح كيف اليوم عايشين الوقت مقودة بيبليك فرحانين بيبليك زوين خصني ما كرهش نعلي لكم ميداليات ولكن دابا غادي نضم مازال الالبوم جاي صحه ديديكاس لكاع البيبليك اللي معانا وحنا فرحانين مع البيبليك زوين ومع هاد لي جون ومع ولكل ما كنتوش نتوما ما نكونوش حنا حيت نتوما هما البيبليك ديالنا حنا باش غادي صحه نوضو نديرو واحد شويه القربله ديال شي شويه شعبي ماروكان شويه يا ونوضو انا باش نشوفكم واقفين كلشي واش تفهيت يلا شتم كلشي صحه بيبليك يلا صحا زغريتها بلس كاريان سنترال بلس صحا خو ساكا صفراء We'll be right back.
شي حاجة كبار هابي كبار عاوتاني صحة بري ميرسي بوكو صحة باري صحة البيبليا كورسا لايف بيبليك ديال كورسا لايف مرحبا بكم معنا باري غنخليك تقدم الجروب ديالك هي اللودا عطينا شي جميك جيمي يلا حسن يلا حيد الراستا حيد الباستا ديالو محسن امريش مشهور فيسبوك هذا جيتار كلافي ريمي 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 ماشي لا فامي ريميتي ريمي ديال المغرب فيصل لاباس كاع الجروب ديال روز ديال ريغي سانشاينز ابراهيم تركماني ديال المغرب ميدي المروكو ابراهيم صحا ومعنا قناوان معك سي محمد ما نهضروش وعزيز جوج مع المياه ديال الليالي وكل شيء فلورون هاد الدري خصكم تصايبوا ليه لاكارت ناسيونال ديالو فهمتيني وك وك الحق صحة صحة معاك أناس بانجو عود جيتار راك شفتو كلشي اللي حدا شي حاجة راه هو مولاها صحة او بحري باري ميرسي يونس هو باري سليبينغ سيستم وسيبا وما كاينين ولكن اللي بغى يدي معاه شويه ديال باري للدار فين يقدر يلقاه يشري زعما سي دي انت عارف هاد القضيه ديال الشراء ما كايناش كيفاش غنديروا هاد القضيه باش يديروا باكيات ديال تيد باش تشري كاع سي دي يطلع لك باكيه ديال تيد كبيره زوينه هاد القضيه سبونسور الواليدات خويا تيد في الماد سي دي قال كل قال الجروبات اللي كاينين في المغرب وداك ان شاء الله كاين انترنت تقلب طلع ما يدار في انترنت وباش تشري البوم كاينين ولكن ما كثرش بزاف كاينين في المدينه شويه في الصويره شويه في مراكش شويه هادشي اللي كاين اللي بغى باري راه يقدر يلقاها جوجل هو صاحبكم ما كاينش مشكله جوجلوها والقضيه تكون مزيانه انت بغيتك تحدد لي واحد القضيه اللي كنا هضرنا عليها في كورسا فاش طلعتي معايا في الفان وكنا تسالينا في حال محمد مزيان وقلبناه كامل كاين مازال الناس اللي مازال ما كيعرفوش المعنى ديال بوعار عند باري بغيتك تعاود تفسروا لهم بوعار نتوما عارفين شنو هو بوعار بوعار هو داك تيقلب طوارو ياك هو خدام هذاك بوعار بوعار كاين بزاف خدامين وحنا تنبوعروا الموسيقى يعني تنخدموا الموسيقى حتى حنا تنقلبوا في الموسيقى هو هذيك الاسم ديال بوعار يمكن ماشي معيار هو لان داك السيد ما عندوش وهذا و تيبوعر وكاين اللي ما عندوش في الموسيقى و تيخدم على الموسيقى باش يولي مزيان ويعيش مزيان صح كلشي من لاباز باري راك خدام الالبوم الثالث قرب الالبوم الثالث قريب ان شاء الله عاودنا عليه شويه نعاودوا عليه شويه ما بقاش بزاف ديال الوقت حنا غادي ندخلوا من هنا لواحد شهرين الاستوديو ونخليو لكم تيوصل والبيبليك هو اللي غادي يقول شنو كاين وهذا ان شاء الله غادي يكون وغادي يكون بواحد الجهد مزيان اللي قال البيبليك يسيق لي الخبر وغادي نحاولوا كيفاش نديروا ديستريبيسيون واخا ندو نفرقوه مع لي فلاير ديال في الزناقي ولا شي كان معكم باري في كورسا لايف وانتم شكرا اللي كتكونوا معنا كل السيمانه في كورسا في لوفان وكل شهر في كورسا لايف غادي نتلاقاو بكم كما العاده كل السبت مع 7:30 تقريبا نكونوا معنا في الموعد تري بون سواري سور دوزيام تهلاو في راسكم ميرسي